هاي هاي، ليه قاعدين هيك؟ خايفين ماشي؟ لا مش خايفين، خش شوي عادي. ليه قعدت انت هون هوني؟ يعني ايه؟ بتخافي تقعدي حدا؟ لا انا قعدت هنا هون. لا انا بتخافي تقعدي حدا؟ لا عادي انا واثقه في. شو خص واثقه في؟ يا ما بفهم الستات المصريات كيف يفكروا؟ عن جد نفسي اعرف كيف تفكروا. شو فيها؟ يعني كيف بنفكر؟ يعني عم بحكيكي بتقولي لي واثقه في، شو خص واثقه في؟ ما سالتي. ليه سالتيني؟ انا قعدت هنا، ما طبيعه جنبك المغلوله يا جنبك. ما انا ما بحب وحده ما بعرفها تقعد حدا. لا وحده عادي يعني؟ انه ايه؟ ايه سيانتيفيك انه ايه بتثبت شاب وبنت يقعدوا حد بعض، بس سيانتيفيك مو ما بتثبت بنت وبنت يقعدوا حد بعض يعني. سوري بعدين لبسه مثلي، ما معقول لبسه مثلي كمان. ليه عم تقلدينا؟ نعم لبسه شميزة جينز مثلي. خلص احنا جايين بس نشوف اللي احنا جايين. لا انا نازل شوية ضغط معي، بدي شوكولا. بليز روح جيب لي شوكولا. انا بدي اقول لك انا شوكولاتة. لا انت مرتك لقينا، ما بدي كثير معقدة، ما بدي. بليز انت قلت لك بليز انت. هي شوف بليز انت. ما زي معلش هي يور فريند يعني ولا يور جيرل فريند ولا شو خطبته شو يعني؟ يعني خطبته. سو بدي شوكولا. ما بدي شوكولا. ما تروح تجيب شوكولا. انا بدي امشي على الطريق. لا تمشي على الطريق، المشكله ما تمشي على الطريق. لا لا انت اكيد ما تبعي. انا كيف بدي امشي على الطريق؟ طيب احنا المشكله ما تمشي على الطريق. لبس التالون. يعني ما فيش مشكله لبس التالون باجري، كيف تمشي على الطريق؟ بيلحقوني العالم. طيب احنا ممكن ثواني، احنا ممكن نخلص اللي احنا جايين عشانه وبعد كده نجيب شوكولا ونجيب. انت هي شو هي بدي انطرها تخلص، بدي تعمل 100 شيء، بدي تعمل وجهها وعيونها وتم. يا او ماي جاد بدك شغل شغل، هيدي بدها لبكره. هلا انا بدي شوكولا، بدي انطرها. بليز روح جيب لي شوكولا. بس بشوف نفسي في المرايه. يا طول بشوف حالي بالمرايه. وايه رد فعلك؟ قمر انا مش حاسه ان انت محتاجه، بدك شويه حاجات كتير قوي في وشك. انت شو بدك؟ بحب اخد انت انت بتمسك انت تسكت خالص كده. انت جايبني هنا ليه اصلا؟ ايه دي؟ وانت ما انتش حاسه ان انت محتاجه يا بنتي؟ يا عم اسكت بقى. ايه مش قاعدين في الشارع. ايه انت ليه معصبه؟ ايه ليه معصبه؟ خالص. طيب احنا دلوقتي انت معصبة. I don't know why. طيب عم بقي له عذر صراحة. احنا بس نتكلم بالراحة. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب. نتكلم بالراحة. نتكلم بالراحة. احنا دلوقتي جايين علشان نخلص حاجة احنا كنا حاسبين عشانها. هي بدها وقت كتير. ليك طلع بدها شغل. بدها شغل. ماشي قدامها قد ايه في الشغل ده؟ ها بدها 3 شهور. نعم يا اختي؟ ليه؟ حلو هيدا الشيء. ليه يا حبيبتي بدي 3 شهور ليه ان شاء الله؟ فيك تعلميني هذا الشيء اللي عملتيه؟ لا حلو كثير حلو، مهضومه فيك تعلمه؟